خلينا نطلع نشوف برضو فرحة طبيب النادي الأهلي في الكرة الطائرة، وبعد كده نرجع نشوف تهنئة الكابتن محمود الخطيب مرة أخرى لهؤلاء الأبطال. أنا دكتور إيهاب طبيب الفريق، وسعيد فعلا بالعمل مع كابتن فرناندو. هو إدى ثقة لكل أفراد الجهاز، كل واحد بياخد المساحة بتاعته بشكل كامل، مدي كالم فيلينج لكل البني آدمين، عنده كونفيدنت عالي جدا في شغله، خلى كل الناس حتى حصل إن هو في اللعيب الأربعات جارد خرج من الفرقة وما رجعش، كلنا حسينا ممكن بهزة. هو كان فيري ستيبل وإدى كونفيدنت لكل اللعيبة وطلع لعيبة جديدة، وبصراحة أنا فيري فيري براود إن أشتغل معاه ومع كل الجهاز الجميل دوت. وعايز أقول إن إحنا الجهاز الطبي بتاعنا كان فعلا متكامل، كان في شغل متكامل بيننا كلنا، كان سواء انا دكتور ايهاب، اسامه البدني، دكتور اسلام عمل مجهود رائع مع الفرقه، شريف صلاح عمل مجهود وتريننج وفعلا نسبه الاصابات قلت عندنا. فانا يعني بشكر الجميع، وبشكر عبد اللطيف المدير الاداري وسايكو المدرب العام والحسيني وكل الناس، ويعني انا متشكر جدا. الحقيقه ان انا عايزه اقف عند نقطه مهمه جدا، الموسم كان فيه تلاحم بشكل كبير جدا، يعني انتم مخلصين افريقيا منذ ايام، النهارده بتلعبوا الكاس، فاكيد كان في مجهود كبير جدا على حضراتكم ان انتم اكيد تتفادوا الاصابات والالتحامات. هو يعني كان في بروجرام متكامل من اول يوم في السيزون، كانت اللعيبه محطوطه على بروجرام رياضي وتريننج وفتنس مع دكتور مع شريف، وكان في متابعه دوريه مننا كلها ان لو في اي اصابه ان احنا بنعمل لها ريهابليتيشن سريع، وغير التغذيه كانت مظبوطه. وكمان الجديد برضو او الحاجه اللي كانت مهمه قوي نوم اللعيبه، اللعيبه كانت بتنام بدري لانها بتتمرن بدري، فبقى السيستم الحياه بتاع اللعيبه بقى بروفيشنال، وبقى هم فعلا اتاج تماما او ديفوتد تماما للفولي، ومدين كل طاقتهم للفولي، وده يعني بتعاون الجميع وبروح حلوه وقوي بين كل الناس. وانا فعلا يعني فخور بكل اللعيبه لانها فعلا ادت جامد، وكان بيحصل لاي حد اصابه كان بيتحامل، واللي هو بيلتزم بالبرنامج الطبي والتاهيل وبيبذل مجهود ويعني بيجي من على وقته. فهو كان بصراحه يعني انا سعيد يعني بالطاقم الطبي والتزام اللعيبه والتزام كل الافراد بالبروجرامات الطبيه. حقيقي احنا اللي بنشكركم، سعداء جدا فرحتونا وفرحتوا شعب النادي الاهلي، فاكيد بشكركم مره ثانيه. خليك تسلمي، متشكر جدا. يعني طبعا دي كانت لقاءاتي مع رجال الماسترز نجوم النادي الاهلي، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.